السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، متابعي قناة فن تربية الطيور، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة ودرس جديد. وحلقتنا اليوم تحكي كيف بتخلص من الروائح الكريهة بغرفة الإنتاج، كيف بقضي على الطفيليات والبكتيريا والفيروسات بأرضية القفص والقفص، كيف بتخلص من الفاش بطريقة طبيعية. هاي محور حلقتنا لليوم. بتمنى الكل يضغط على زر اللايك، بتمنى الكل يشارك هاي الحلقة لتعمل فائدة على الجميع. طبعا حلقتنا لليوم بتهم كل مربي، ولازم انا كنت اليوم احكي عن طيور الكناري، طريقة تزاوجها بشكل صحيح واختيار الازواج، ولكن لقيت انه هاي الحلقة لازم اقدم لكم اياها لاني انا اشتغلت عليها صار لي ما يقارب الثلاث اشهر عم اشتغل فيها وعم شوف نتائج رائعة والحمد والفضل لله. وايضا بتشكر الاستاذ سعد حلاق رئيس الجمعية السورية اللي انا منتسب له على المعلومة اللي اعطاني اياها، وحقيقة كان لها فوائد كبيرة، وانا بدوري راح انقل لك هاي المعلومة لحتى تستفيد منها. في السابق انا كنت استخدم رمل القطط، وضعه بارض القفص. رمل القطط يعمل على سحب الماء الموجود داخل البراز بس. هل هو فوائد؟ نعم. اول شغله ما بيحمس روائح بالغرفه، بتصير روائح ولكن روائح قليله. ثانيا بصير عندي مجال مثلا يومين او ثلاث ايام ما نظف القفص. ثالثا يمنع حدوث امراض بنسبه 50%. كنا عم نستخدم الرمل. طيب هلا شو صرت استخدم يا ابو النصر؟ اليوم عم بستخدم ماده طبيعيه افضل من الرمل. المادة هي على الشكل التالي، الزعتر الأخضر. طبعا أنا متوفر عندي بهذا الشكل، أنا بجيبه بهذا الشكل وبحطه بأرض القفص بهذا الشكل، شايفينه؟ بهذا الشكل جيبه هيك مثل ما هو، بكسره شوي وبحطه بأرض القفص. شو بيعمل؟ وفي شيء تاني غير الزعتر الأخضر يا أبو النصر؟ طبعا رائحة عطرية ممتازة. في شيء غير الزعتر الأخضر؟ فيك تحط نعنع. النعنع موجود عندك بالبرية، موجود في السوق، فيك تجيبه تيبسه تطحن وتاخذ العيدان تبعه، العيدان تبع النعنع ممتازة جدا. عيدان تبع الزعتر الأخضر ممتازة جدا. في عندنا مادة ثالثة، عيدان السرو وعيدان الصنوبر وعيدان ورقة الزيتون وعيدان الكينة وعيدان الريحان وعيدان اللهم صل على سيدنا محمد الزيزفون. هاي كلياتها، هاي المجموعة هاي من العيدان والورقيات نستطيع حرسها وطحنها لحتى تصير قطع صغيرة أصغر من هذا بهذا الشكل بهذا الشكل، وفرشها بأرض القفص. وأقسم بالله راح تدعي لي ليل مع نهار. المتجوزين والله لحتى ما بقدر تسمع صوت المرأة خالص على ريحة طيورك وريحة عصافيرك. هاي العيدان أخي العزيز صديقي العزيز تعمل على عملية امتصاص البراز بشكل كامل. هذا القفص له 4 أيام ومنظف. 4 أيام، 4 أيام أنا فوت على غرفة إنتاجة ما بشم إلا ريحة الزعتر الأخضر أو النعنع. تمام يا شباب؟ إذا حطينا عيدان بأرض القفص، أول شغل يعمل على امتصاص البراز، ثاني أمر الريحة العطرية تمنع تشكل الأمراض التنفسية، ثالث شغلة يمتص الماء المتكون في البراز فيمنع التفاعلات، وهذه التفاعلات تؤدي إلى نشاط للبكتيريا والفيروسات بأرض القفص، وممكن تنتقل للطير عن طريق الهواء. تنتقل للطير عن طريق الهواء بدون ما يلمس البراز تبعه او ياكل البراز تبعه. ونحن ما بدنا نوصل لهالمرحله هي. تمام يا شباب؟ فانا شو فيني استخدم؟ عديت لك عده احتمالات فيك تستخدمها. هاي الاوراق اذا قمنا بعمليه تكسيرها بهذا الشكل صغيره ووضع بارض القفص ممتازه. ممتازه. طيب يا ابو النصر انا ما عندي شبك، حتى لو ما عندك شبك حطه. حتى لو ما عندك شبك حطه. البلاستيك لما بوقف عليه الطير اذا ما عندي شبك، البلاستيك لما بوقف الطير عليه ترى مضر لاجر الطير. مضر لاجر الطير. طبعا هاي المعلومه عم بقدم لك اياها بطريقه اني وصل لك فكره تستخدمها. ولا تتجاهل هذا الفيديو، ولا تتجاهل هاي المعلومه، وطبقها وشوف. وطبقها وشوف. طيب، كيف بيطرد الفاش؟
هاي الروائح النفاثة تطرد الفرش، الروائح الموجودة فيها تطرد الفرش، ما بتقتله تطرده، ما بتقتله تمنع حدوثه. إذا وقع الفرش بغرفة إنتاجك هذا ما عاد يفيدك، تمام؟ كل أربعة أيام نحن بننظف. شو بشتغل أنا؟ لما بحط هاي العيدان، لما بحط هاي العيدان بأرض القفص أنا برش حلبي بالأرض، بالأرض برش حلبي بمقدار بسيط، وفوق الحلبي بحط هاي العودان، تمام؟ فبصير في عندي ريحة الزعتر وريحة الحلبي، واثنين روائحهم، اثنين روائحهم تمنع حدوث الفاش، طاردي للفاش، تمام؟ وليس قاتلي للفاش. التبديل مثل ما ذكرنا كحد أقصى أربع أيام، يعني كل أربع أيام أنا ببدل الفرش تحته. فيني حطه أخضر؟ لا، لازم يكون ميبس، يعني أنا بجيبه أخضر أنا بفرشه بأرض الغرفة لحتى ييبس، بطحنه وبعد منها بقوم بعملية فرشه بأرض القفص. بفرشه بأرض القفص. من أعظم فوائد الزعتر، من أعظم فوائد الزعتر مطهر للجهاز الهضمي ومانع لحدوث النقطة السوداء. الحلقة القادمة رح نحكي عن موضوع اختيار الأزواج، وبنفس الحلقة احتمال كبير احكي لكم عن موضوع النقطة السوداء، احتمال كبير. بتمنى من كل أخ وأخت عم بيتابع قناة فن تربية الطيور لا تقصروا معنا بالمشاركة، لا تقصروا معنا بالمشاركة. الكل اللي شارك طبعا بتشكر الأخت أم زكريا لقمان، شكرا لك كثير حقيقة. ما فتت صفحة فيسبوك إلا ما عم شوف فيديوهات لألي أنت نشرتيها، شكرا لك كثير يا أختي. وبتمنى كل واحد عم بيتابع قناة فن تربية الطيور وبيعز عليه أبو النصر وعم بيستفيد من قناة فن تربية الطيور يشارك هاي الفيديوهات. طبعا ما بعطيك أنا شيء صف حكي، ما بعطيك شيء بلهيك فيه، لا عم بعطيك معلومة تستفيد منها، والحمد لله ما أنا عم قصر مع حدا. وأي معلومة عم طبقها وعم شوف فيه إلى نتائج بغرفة إنتاجه مباشرة عم بطلع أحكيها، تمام يا شباب؟ فبتمنى من الكل ما يقصر معي بهذا الموضوع. هاي أول شغلة. ثاني شغلة، مقترح. خلصت حلقتنا، اللي بدي يطلع يطلع. خلصت حلقتنا، لا بدي أحكيك بس هيك مقترح صغير حابب اسمعه منكم انتم كمتابعين لقناة فن تربية الطيور. بتحبوا نكفي على موضوع 8 دقائق أو 9 دقائق من شرح الفيديو، ولا يقتصر الفيديو على دقيقتين أو 3 دقائق أو 4 دقائق؟ هاي بدي اتركها لكم انتم كمتابعين. بتمنى الكل يحكي بالفيديوهات او بالتعليقات. بدكم اتوسع بالشرح على طول واحكي بشكل كامل بالشرح بشكل كامل، بكفي. بدكم الفيديو لا دقيقتين او 3 دقائق، بحكي لكم فيديو دقيقتين او 3 دقائق، يعني بعطيك معلومه خلال دقيقتين او 3 دقائق، ولكن المعلومه اكيد بتكون ناقصه. فبتمنى تشاركوني رايكم بالتعليقات. لهذا القدر بتفق معكم بهذا الفيديو، بتمنى يكون نال اعجابكم، لايك والشير والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.